حل تمرين 107 النيجيشن. إذا أعطتنا جملة مثبتة تريد ننفيها، we have enough evidence already، لدينا الكثير من الأدلة حالا، أريد أنفيها، ما أريد أقول حالا، أقول yet، لا لا ليس بعد، yet يعني ليس بعد، يعني مو حالا راح أنفيها. والهاف لدينا، أقول haven't، ليس لدينا. شلون راح أنفيها؟ أقول haven't، أحط not ورا الهاف، راح أقول we haven't enough evidence yet. yet أشيل ال already، أحذفها، أحط yet. This is someone، أريد أحولها نفي، أحط لل is not. There isn't، لم يوجد، لا يوجد، يعني there isn't لا يوجد. Someone أحول السم إلى any، كل جملة أريد أحولها نفي أحول السم إلى any، صارت anyone. There isn't anyone doing، لا يوجد أي شخص يسوي أو يبحث research in this field، في هذا الحقل، بس حولت ال is إلى not، isn't و someone صارت anyone. هاي الحلول مالتن ترى تلقيها بيا صفحة 155 بنهاية الكتاب مال التمارين. هاي الأول واحدة سويناها haven't حطينا الهيت بالأخير، ثانية سويناها isn't وحولناها anyone. نشوف الثالثة، عندي السموكينج التدخين has something to do with cancer. Something شيء ما يجب أن تفعله مع السرطان، اسم الله of the length، سرطان الرئة. راح ننفيها، نقول smoking لا شيء ينفع معه وهي سرطان الرئة، يعني لا علاج ولا شيء. Smoking نقول hasn't، نضيف لل has not، still hasn't. قلنا كل سم نحولها إلى any think، anything. تقولين smoking hasn't anything، لا يوجد لديه شيء لتفعله to do with cancer of the lungs. نجي نتأكد هذا حلها بالكتاب hasn't anything. عندنا tar from cigarettes، tobacco painted into skin of mice produce the skin cancer on some of them. جربوا التار، التباقو يعني التبغ مال السجائر، حطوا على جلد الفئران وصار بعض الفئران some of them cancer. فهذا التار from cigarette tobacco، إذا أريد نحولها نفي هذا إلى هنا adverb، ما نقدر نحط هنا النفي. هذا السبجكت من البيتنت onto skin إلى هنا، هذا أيضا adverb، هنا هذا المين verb produced، هذا المين verb produced شنو بها إيدي، إذا أستخدم didn't. إيش راح أقول هنا؟ أحط قبل المين verb أقول didn't، وبعدين أنزل produce أشيل منها الإيدي أحذفه، أقول didn't produce لم يتم إنتاج وصفة من التبغ skin cancer on السم، أحولها إلى any of them. ها هي بس هيك، نتأكد من الحل اللي هو هذا، يقول هذا الثالث، هذا الرابع didn't حطيناها، produce شلنا منها الايدي، هذا سويناها any of them. ها هي عندنا السادسة، this applies to some of the people here already، هذا طبق على بعض الناس هنا حالا. من قلنا من نحولها السم نحولها إلى أني، وعندي الأوردي أحولها إلى يت، كل أوردي حولها إلى يت،
يعني ليس بعد. والسم هنا الأفو السم any، فراح تقولين this applies هذا التطبيق. هنا عندي شنو؟ هنا عندي اس الشخص الثالث، قلنا إذا عندي ايدي أحط did، وإذا عندي اس الشخص الثالث أحط does، وأحط لها not شو تصير doesn't. هاي أشيل منها ال s ال es راح تصير، وهذا أرجع why راح تقولين this apply هذا يطبق، وتقولين doesn't doesn't، وتقولين any بدال some of the people راح لهنا، راح تقولين this apply doesn't. بعد شنو وراها نحط any بدال الهاي السم، شوفي any of the people here، وهاي ال already تشيليها تحطين yet. هذا حل الخامسة doesn't apply، وتقولين to any وتحطين ال yet. أنا يمكن التو ما نسيت ما حطيت، لأن هنا أنا ما مبينة مشخبط فوقها، هسه راح أحطها to any doesn't to any. نجي نحلل وراها this experiment has revealed هذا التجربة كشفت revealed something، راح نبدي نحل منا الهاز، احنا منطينا اوكزيلاري سهلة بس نحط نت الى نقول hasn't والريفيلد نبقيها نفسها هي والايدي، عندنا هذا السم نحوله الى اني، وعندنا بعد شنو ما عندنا something، يعني صارت this experiment hasn't revealed anything of important، وها هي هذا حلها hasn't revealed anything. عندنا هاي it help us ساعدنا in our daily work في عملنا، اريد ان فيها تشوفين الفعل bs تحطين تحذفين الاس وتحطين doesn't teach doesn't help or doesn't هذا it help us in our علاش خلي حلها هنا it تحطين قبل الهلب doesn't help us. إش راح تكمليها تقولين in our daily work in our daily work في عملنا اليومي، وبعدين شدة تكملين من قلش to certain extent لحد ما، نشوف to some to certain extent إلى حد ما تحذفيها تحطين بدالها at all يعني على الإطلاق، يعني على الإطلاق ما ساعدنا إلى حد ما at all يعني على الإطلاق لم يساعدنا على الإطلاق doesn't help us at all على الإطلاق، فشيلين تحذفين a certain extent تكتبين بدالها at all، والto تحطين بدالها أو شنو ورا ال at all تكملين to certain extent. من يحط لك ثلاث نقاط، شوفي أول شيء تحط ليش يحط لك هنا ثلاث نقاط فراغ، يعني تنزلين أنتي ال it
وتقولين doesn't help us ويحط لك 3 نقاط. يعني شنو كملي التكملة مال in our daily، in our daily work التكملة تكمليها ورا ال us. بعدين تحطين at all وتكملين شنو وراها to certain extent، to certain extent، وهاي بدال to، بدال to تحطين either. شوفي هنا أنا من حط لك at all طلعت 3 نقاط، يعني تحطين to certain extent تكمليهن، وهاي بدال to تحطين either. هي هاي قاعدة ثابتة، to يعني أيضا، either يعني مطلقا، مطلقا يعني لا، either معناته لا يعني ما ساعدنا. فمن تشوفين to ويقولك إن في لها جملة تحاولين كل to إلى either، عرفتي؟ فهنا أنا شو راح تقولين؟ it doesn't help us in our daily work at all. بعد شنو ورا ال at all نقول into a certain extent to a certain، هنا نكملها اللي جوا certain extent، والبدال ال to نحط either، either هاي نفيناها either. هي شنو الجملة؟ هو عساس كان يساعدهم كل يوم بالعمل لحد ما، يعني للمغرب إلى حد ما أيضا. فمن فينها قلنا هو لم يساعدهم، doesn't help us، لم يساعدنا in our daily work في عملنا اليومي at all على الإطلاق to a certain extent إلى هذا الحد either ولا يعني مطلقا. Now thumbnail we must go a long way، يحن نجب أن نذهب long away طريق بعيد to find someone لنجد شخص ما as a good as this مثل جيد نفس هذا، يعني احتمال يدورن على مصلح قريب ما لقى وقال خلينا نروح ناب بعيد نمشي بلكت نلقى مصلح زين نفس هذا as a good as this. شو راح ننفيها؟ هنا أنا عندي must مضل، عندنا هنا we must go a long way to find، هنا تختلف هاي لين عندي مودل الماست. شو راح أسوي؟ راح أحط بدل الماست need، لأن need تاخذ نفي تاخذ not. راح نقول we need، نبدل الموديل بالنيد، ترى النيد هم تعتبر موديل، من هنا مو فعل هذا النيد. نيدنت، نيدنت، وي نيدنت. بعد شنو ورا الماست؟ جو ننزلها، جو ننزلها مجردة. احنا لونج اواي نقول فار، فار بعيدا. من تشوفين جو اواي تريدين تحاوليها النفي حاوليها إلى far، we needn't go far، وتكملين to find، تنزلين to find، to find لإيجاد someone. هسه تحطين بدال some أنيسة anyone، anyone يعني نفي to find anyone، anyone وتكملين. نشوف هاي الجملة الثانية we needn't، لا نحتاج go far الذهاب بعيدا to find لإيجاد anyone أي شخص، ونكمل حطنا 3 نقاط يعني نكمل، نكمل as good as this، as good as this ونقطة as good as this as good، good as this. ها هي. وأكو حل آخر بالكتاب، حل آخر إذا ما يعجبك هذا، هذاك be haven't
يشيلون الماست يقولون we haven't go far away to find anyone as good as this. عندنا هنا روبرتس is still living at this address. روبرتسون ما زال عايش بهذا العنوان. أرد أن فيها الإز شحط لها الصير إزنت. روبرتسون إزنت. حطينا الإزنت الستل أحط بدالها يات. أشيل الستل أحط بدالها يات وأنزل اللوفينج وأكمل هذه ثلاث نقاط يعني تكملة الجملة. هسه راح أشيل هذا الستل أحط يات وليفينج وأقول at this address. راح أقول روبرتسون قومي قومي من ها ماتي وين قاعدة تنظفين نفسك. قومي من الورقة ماتي يلا يلا قومي. راح أقول روبرتسون isn't الستل قلنا yet isn't yet بدال الستل isn't yet وين isn't yet living this address living at this address يعني العنوان. فبس شلنا الستل حطينا بدال هيت والاز حطينا لها نط شغلتها حيل بسيطة. هنا نيت وهنا نط يم الاز بس. He has been away from home every long time. هو يسافر has been away يعني غادر from home من المنزل very long time فترة طويلة. هذه الحل مالها he hasn't been away very long ونقطة يعني هو ما غادر البيت مطلقا away very long بس نقول نضيف has وياها not. بسيطة الحل مالها بس نقول he hasn't بننزل البين away from home. اختصريها لا تكتبين from home. from home احذفيها بس قولي away من تقولين away ورأس الروح على very long time هو حالها هيك بالكتاب. راح تقولين he hasn't been away very long time وها هي شيل from home ذبيها. عندنا 100 of student can find somewhere comfortable to live. عندنا 100 of student هذا الفاعل can find. عندنا هنا can model إذا إيش راح نحط نفي هنا هي نفسها نحط لها نات للكان وفايند ظل نفسها السم تنقلب إلى أني السم تنقلب إلى أني وتتنزل يمها الوير وتتكمل الجملة وخلاص بس هيكي بس هاي الخطوتين نكمل. نقول أول شي ننزل الفاعل hundreds of students cannot تحطين not هنا cannot find هنا هاي يصير any نحذف السم نكتب anywhere comfortable to live نكملها وها هي. عندنا the doctor has some time نقول هنا anytime has نحط لها نط تصير hasn't نقول the doctor hasn't any time لم يكن لديه أي وقت given me some تصير any given me any لم يعطني أي
useful advice وها هي. هاي مال الدكتور hasn't. هنا أنا شايل sometimes. sometimes شايلها كاتب ever. ever راح نجي نحلها. راح ننزل the doctor. نقول the doctor ننزله. the doctor. وبعدين ايش راح نقول الهاز نقول hasn't وبعدين sometimes نحذفها نقول ever يعني ابدا ما قدم لي اي نصيحه بعدين ننزل given me given me وبعدين some نحولها الى any useful advice useful advice نكملها نيجي على 13 there are a lot of people in the auditorium already هنا تقولين there are aren't there aren't قالها بطريقة مختلفة يقول there aren't هو هم ما تحط aren't many people yet there aren't many people yet نفس الحل ما نشيل الاوريدي نحط يت والار نحط لها نط نفس الحل مالنا اذن نقول there aren't lot of هاي نحذفها كاتب not many people in the auditorium yet نحذف الاوريدي نكتب yet ونشيل الـ a lot of يعني الكثير نحولها سلبية many يعني ليس العديد تصير many شوفي هنا شال الـ a lot of حط many وشال الـ already حطيت يقول I can understand both of these two sentences شو راح نقول I cannot I cannot أنا لا أستطيع فهم either البوث بالنفي نحولها either الإيذر معناتها ولا واحدة من يقول بوث يعني اثنينهن من أقول أنا ما فهمت either ولا واحدة يقول I cannot understand either ونكمل الجملة of these two sentences نجي نحلها I can't understand either يعني ولا واحدة بدال ال both of these two sentences نجي على آخر واحدة I can understand all of these 10 words إذا أريد أن فيها أيضا أقول I cannot understand هاي الأخيرة I cannot understand any ونكمل الجملة نرجع عليها يعني نشيل a lot نحط any I can't understand any ونشيل ال all ونقول of these 10 words I cannot نحط هنا not understand any of these 10 words